شوفوا سؤالك في مجال الثقافة العامة، قول قول ما هي لغة النمسا؟ اللغة الألمانية، اللغة الإنجليزية، ولا اللغة النمساوية؟ وعندك 20 ثانية للتفكير. والله مبينة، يعني باينة. ما هي لغة النمسا؟ اللغة الألمانية ولا اللغة الإنجليزية ولا اللغة النمساوية؟ اللغة النمساوية. اللغة النمساوية. ايه، وانتي متأكدة؟ اللغة النمساوية. ان شاء الله يا رب تكون اجابتك صحيحة. انا ما على باليش، نستفادوا بالمعلومة كيف كيف، نشوفوا الاجابة صحيحة. ان شاء الله يا رب تكون اللغة النمساوية يا ربي. هي اللغة الألمانية ماشي اللغة النمساوية، بصح معليش استفدت انا معك بمعلومة وانت استفدتي معنا بمعلومة، يعني هذا هو هدف برنامجنا. عندك اهداء؟ نعم تفضلي. تحياتي لأمي وأبي وإخواتي. شوفي ما تزعفيش، تقدري تعاودي تصلي بينا. ما تزعفيش كي ما ربحتيش معنا، تقدري تعاودي تصلي بينا اليوم ولا في الأعداد القادمة، ومازلنا ديما في الخدمة. إيه راكي استفدتي معنا بمعلومة. إيه إيه. باي باي. باي باي. أصدقائي الأطفال، كانت هذه متصلة أخرى معنا، كي تربحوش معنا معليش ما تزعفوش، الأهم والمهم هو الروح الرياضية، يعني معليش ما ربحتوش معنا بصح استفدتوا معنا بمعلومة، وأنا استفدت معكم بالمعلومات، يعني أنتم استفادوا وحنا استفادوا، وهذا هو هدف البرنامج.